بالقرآن اهتديت في رحبه تحلو الحياة. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. القرآن اهتديت في رحبه تحلو الحياة شوقا إلى المولى أتيت أسلمت روحي للإله. مسجد حمزة بن عبد المطلب لتحفيظ القرآن الكريم وتعليم تجويده، ويضم هذا المسجد إلى أربع حلقات وهي أربع مستويات، يعني مستوى أول وثاني وثالث ورابع، ويعني سبحان الله هناك لتعليم القرآن الكريم. ونشكر منظمة شباب لأجل سوريا باهتمامهم بكتاب الله جل جلاله وتحفيظ كتاب الله، وجزاهم الله عنا كل خير. قلبي سنا أسلمت روحي للإله.